انا شايف ان دي كارثه، فعشان صاحبي محمد غير احمد غير محمود، كل شخص ليه طبعا تحليله الشخصي زي ما قلنا، وقلنا دواء يعني دكتور لازم تحت تشخيص طبي هو اللي يكتب له الطبيب المعالج ليه، انت احتاج لحاجه زي دي ولا لا؟ كان فعشان انا اجي انصحك بيه، اصل انا خدته جسمي اتحسن، انا خدته السيوله عندي كنت محتاج دواء سيوله فخدته، لا طبعا لازم طبعا زي ما قلنا تحت اشراف طبي. طيب المرض الموجود احنا العصري اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اللي هو الكورونا، تنصحنا بايه يعني عشان نتجنب على قد ما نقدر غير الماسكات طبعا والحاجات دي؟ اول حاجه طبعا يصحى بدري، ينام بدري، يظبط اكله من بدايه وجبه الفطار تكون مثلا قبل الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء قبل الساعه 4 ظهرا او قبل الساعه 5، وجبه العشاء يقفل اكل خالص على الساعه 8، ياكل صح، ينام صح، يلعب رياضه، لازم يغير اسلوب حياته طالما انت عايز تقوي مناعتك وتوصل للشيب اللي انت محتاجه، وعايز ضد الكورونا، مش شرط بس ضد الكورونا، اسلوب حياتك يتغير عامه يعني بصفه عامه، مش فتره استثنائيه وخلاص، لا مدى الحياه يعني وز لونج تيرم مش مره واحده. تمام طبعا قلنا زي ما قلنا ياكل صح، الاكل طبعا يكون فيه 5 عناصر اللي قلنا عليهم، بروتين، نشويات، دهون، املاح معدنيه، فيتامينز، ويلعب رياضه حتى لو رياضه بسيطه في البيت، حتى الناس الكبيره، حتى الناس مش قادره تتحرك ممكن تلعب رياضه بسيطه خالص، مثلا تجيب فوطه تتمرن بيها في البيت، تحرك، تمسك مخده، تحرك رجليها عشان السيوله والدم، تشرب كل الناس الكبيره تشرب كل شويه ميه كل ساعه، يشرب ميه بالكميه اللي محتاجها جسمه، يشرب ازاي يشرب ميه بالكميه اللي محتاجها جسمه، انا بقول يعني لكل 10 كيلو في جسمك تاخد كوبايه ميه، يعني مثلا سي لو واحد وزنه 80 كيلو ياخد كوبايه، ياخد 8 كوبايات ميه، عشان الميه داخله في جميع وظائف الجسم الحيويه وبتعلي الحرق، والحاجه الوحيده اللي ربنا خلقها زيرو كالوريز يعني من غير سعرات تماما غير اي حاجه تانية. الميه بتعلي الحرق يعني حاجه خاصه، شرب ميه كتير بيساعد على بتعلي الحرق، بتسد النفس، حساسين يعني زي ما بيقولوا كمان، زي ما ربنا بيقول لك زي ما نقسم وجبتك ثلث طعامك ثلث شرابك ثلث نفسك، انا ابتدي مثلا بكوبايه ميه طبق سلطه، وبعد كده اخد البروتين، وبعد كده اخلي اخر حاجه خالص النشويات، اكون بصحه جيده ومناعه قويه جدا ضد اي فيروس ضد كل حاجه، طبعا امارس حياتي بشكل طبيعي، هبقى فول باور، هبقى ناشط، اوصل للشيب اللي انا عايزه، طبعا الكلام ده قبل ما بقوله برضه انا بطبقه على نفسي قبل ما بقوله لحد طبعا.